سيارة ما فيهاش عزم، أردت نفس اللوبلة. جت فترة دنك على الربع، ربع دنك، مش الأربعين قاعد يطلع وينزل، تولع المكيف يطفى، حرت. عبيت بنزين للسيارة، السيارة تعطلت، شكيتها وشكيت في طرمبة البنزين كده فيها خلل ولا في التركيب ولا في، فتحت عليها كشفت عليها، جيت طوبه الطرمبة اللي يرفع مصدرة البخاخات في تنفيس، في شق او تنفيس ضغط، بدلته. سيارة ما شاء الله طلع من اول ضربة، لكن من جهة ما فيش عزم. حيلة تعبتني المشكلة الحقيقة، درت الدورة على الخيوط الشماعي البوجيات، قص مقاومتهم ما فيهم شي، درت الدورة على الموزع الشرارة، شفته وزنت الشرارة تمام، سيطول من أول ضربة ما شاء الله. حيلة تعبني المشكل دي حوالي سنة معاي ما لقيت له حل. المشكلة كالتالي يا عم مختار، مش الربيم يتذبذبه تذبذب بسيط، لاحظ السيارة تاخذ وتعطي، تركز عليه يا عم مختار، تاخذ وتعطي السيارة، والسيارة بتعطيها ضربة قوية. عطا اوريك يا عم مختار، لاحظ المحرك يا عم مختار، يستجيبش، كأنه يرعش من الأول، من أول ضربة. شوفها مش عارف باين عندك ولا لا، لكن هنا باين عندي في اهتزاز لما تعطي البنزين بقوة. مش عارف المشكل من شن، تساعدني يا عم مختار. وفي نقطة أنا بنبه عليها، لما أضغط بنزين السيارة تنط مني، قصدي تقمز، إذا كانت تقطع تقطيعة قوية.